وبيدخل أعظم مدرسة من لما بيكون عنده 5 شهور في بطن مامته. ليه ده بيتفاعل مع الحياة؟ فدي يعني ده المفروض يهدينا شوية إن هو أوريدي في مدرسة عظيمة جدا. المدرسة العظيمة دي هي إيه؟ يعني في كل ما تسألوني إيه هي المدرسة العظيمة أو أعظم مدرسة في الحياة؟ هي الحياة نفسها. هل حد موافق إن الحياة نفسها هي أعظم مدرسة؟ كلنا تقريبا. طيب نعمل كوم بقى مدرسة الحياة. مدرسة الحياة فيها 7 مليارات طالب، وهناك فصل لكل طالب. ليه بقى فصل لكل طالب؟ عشان كل طالب فصل في عالم. احنا اللي ميزنا عن الكائنات الحية التانية انه عندنا عقل، يعني عندنا عقل بنفكر فيه بنحرك فيه كل حوالينا. فعشان كده مدرسة الحياة تعتبر مدرسة مميزة جدا، لان كل واحد مننا ممكن يتعلم مع نفسه وينمي نفسه بنفسه. فالشخص هو اللي بيبدأ بنفسه، هو اللي بيبدأ يبني نفسه. طيب الفرق ما بين مدرسة الحياة والمدارس التانية ايه هي في الامتحانات؟ ان مدرسة الحياة الامتحان بتاعها ملوش وقت محدد، وفي نفس الوقت مش اسئلة كتير. مدرسة الحياة بس امتحانها من سؤالين. ايه هما السؤالين دول؟ انا اتخلقت في الحياة عشان اعمل ايه؟ انا ليه موجود في الحياة دي؟ وانا مؤمن بايه؟ هل مؤمن ان انا اقدر اعمل اللي انا اتخلقت عشانه ولا لا؟ كلنا طبعا عارفين ان احنا عندنا 3 اهرامات، خوفو وخفرع ومنقرع. طيب النهارده عايزين نبني مع بعض هرم رابع، وهو هرم النجاح في مدرسه الحياه. اوكي. الهرم ده بيتكون من الاساس اللي هو البيئه المحيطه بينا، وبعديها الظروف اللي بتقابلنا في حياتنا، وقمه الهرم هو سلوكياتنا وكيفيه تعاملنا مع الظروف اللي بتقابلنا، كيفيه تاقلمنا مع البيئه اللي بتحيط بينا. طيب البيئه المحيطه بينا زي العيله، الحياه الدراسيه، المجتمع ككل من اصدقاء وكل حاجه حوالينا. بالنسبه للظروف اللي بتقابلنا، طبعا كل واحد فينا بيقابل ظروف سواء سيئه او سعيده. بالنسبة للسلوكيات بتاعتنا، أهم حاجة بتشكل الإنسان هي سلوكياته. فطبعاً عشان الإنسان يحاول يبقى ناجح في الحياة، لازم دايماً يحاول تبقى سلوكياته تميل إلى الإيجابية. فيحاول يبقى عنده تصميم وإرادة وعزم إن هو يعمل إن شاء الله هو مؤمن بيه، إيجابية، حاجات تانية كتير. وفي نفس الوقت لازم دايماً يقوم طريقة حكمه على شتى أو مختلف المواضيع في الحياة. ولازم يبقى عنده ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر، وثقافة الاختلاف اللي احنا دلوقتي واقعين فيها بالذات اليومين دول. خناقات على كل حاجة، يعني مثلاً كل واحد معتز برأيه ومش مقتنع برأي التاني، فكله قاعد بيتضارب مع بعض، فدي مهمة جداً. طيب قصة التيشيرت اللي أنا لابساها دي بتفكرني بقصة محاولة الإنسان في حل السؤالين اللي أنا قلت عليهم اللي هما في مدرسة الحياة. إزاي؟ أول ما أنا جيت أطبع التيشيرت كنت فاكرة إنها يعني هتديني الألوان اللي أنا عايزاها على طول. أنا طبعتها على ورق ترانسفير، وكنت عاملة الكلام أبيض وعلامة الاستفهام فوشيا وكده، بس إدتني ضلمة. ما عملتش أي حاجة. فحسيت إن أنا مش عايزة أرمي التيشيرت، أنا عايزة أحاول فيها واشوف ازاي ممكن اطلع المسج اللي انا عايزه اوصلها. جبت شتى انواع الالوان من جواش وحاجات كده كتير، لغايه ما في الاخر الصوره وضحت وبقت منوره اخيرا والمسج وضحت. ده نفس الوضع بالنسبه للانسان ومحاولته في حل السؤالين اللي هم انا موجود في الحياه ليه. احنا ممكن فجاه نحس ان احنا مش عارفين سبب وجودنا، حاسين ان الحياه ملهاش معنى قوي، حاسين انه أنا مش عارف ربنا خلقني ليه لسه، أنا نفسي أعرف يا رب عشان أنا نفسي فعلا حياتي يبقى ليها معنى وليها طعم. لكن واحدة واحدة بمساعدة الناس اللي حوالينا اللي بيحبونا بالتصميم والإرادة وكده، أكيد هنعرف في الآخر إن شاء الله حل السؤالين دول وهننجح بإذن الله. طيب بالنسبة لي أنا اللي ساعدني، من العوامل اللي ساعدتني جدا إن أنا أحاول أحل السؤالين دول، صوتي كل شوية بيقلب، احاول سوري بس كنت مثلا بعمل حفله بغني ولا حاجه. من العوامل اللي ساعدتني احاول احل السؤالين دول العيله اول حاجه. فالحمد لله ربنا رزقني باب وام واخوات
اتعلمت معاهم ومنهم وبيهم حاجات كتير جدا. اتعلمت انه التربيه هي التعليم وهم حاجتين مش منفصلين، لا التربيه قبل التعليم ولا التعليم قبل التربيه. اتعلمت انه التعليم مش ذاكر وورقه وكتاب وقلم وان هو بس خلاص واحد يذاكر عشان ينجح ويجيب درجات كويسه ويجيب شهاده ويعلقها على الحيطه. فطبعا يعني اتعلمت منهم حاجات كتير جدا مش هعرف اقولها في ربع ساعه. وبرده ربنا رزقني بزوج الحمد لله ساعدني ان احنا نكمل المشوار، كان فعلا بيقدر التعليم جدا. وتعلمت منه انه الانسان مش بس نهايه حياته الدراسيه ان هو يتخرج 4 أو 5 سنين ويتخرج من الجامعه وخلاص، لا دي بدايه حياته. يتخرج يكمل بنى نفسه، وانه الانسان تلميذ دائم في الحياه لغايه ما يموت. وانه دايما لازم ياخد شهادات مش عشان يعلقها على الحيطه، لا شهادات يعمل بيها ويشتغل بيها. حاجه تانية من الحاجات اللي ساعدتني هي حياتي الدراسيه. احب اعترف انه انا سافرت شويه بره ورجعت في المرحله الاعداديه في مصر وكملت مرحلتي التعليميه في مصر، وما انكرش انه ده كان فضل كبير من ربنا عليا، لان انا لولا رجوعي مصر ما كنتش اكتشفت في نفسي حاجات كتير قوي ما كنتش اعرفها، وطاقات كتير قوي عمري ما كنت اعرف ان انا موجوده جوايا. فمصر ليها فضل كبير عليا جدا يعني، وتستاهل تحيه كبيره، واحنا كلنا اكيد بنحب مصر جدا وبرضه ليها فضل كبير علينا كلنا. حاجه تانيه كمان تعلمتها انه في المدرسه عرفت ازاي احط او احط رجلي على اول خطوه في طريق الحلم بتاعي، اللي هو اني عرفت اني نفسي ادخل ايه. فكان نفسي ادخل كليه صيدله. ليه؟ عشان كان نفسي اخلص وابقى باحثه اعمل حاجه من اتنين، يا دواء لنوع من انواع السرطان يا دواء لفيروس سي. سبحان الله ربنا يسر لي الموضوع وخلصت ثانويه عامه وجبت المجموع اللي دخلني بالظبط صيدله عين شمس. كانوا اجمل 5 سنين في حياتي. اجمل 5 سنين عشان مش بس قضيتها مذاكره ومعامل ومحاضرات، لا اجمل 5 سنين عشان تقريبا ما سبتش نشاط الا دخلته، عشان حسيت انه ده بيساعد الواحد وبيبنيه اكتر وبيخليه يعرف هو عايز يعمل ايه في بدايه حياته اللي هي بعد ما يتخرج. من الكليه عرفت انا ايه المجال اللي بحبه جدا، فكنت فعلا بحب حاجه اسمها التكنولوجيا الحيويه او البايو تكنولوجي. بس كان دايما بسمع كده همسات بتحبط الواحد شويه انه البايو تكنولوجي في مصر ملوش مستقبل قوي، وبعدين ما فيش مجال انك تكملي فيه. بس سبحان الله فجاه عرفت انه في الاي اس سي فتحوا ماسترز بروجرام بايو تكنولوجي، قدمت فيه واخدت منحه نظمي اوتشي عشان اعمل الماجستير. وابتديت الماجستير سنه 2008 مع ولاده بنتي، فالاثنين كبروا سوا، وخلصتها سنه 2010. وبعدين دخلت البي اتش دي برضو، سبحان الله كنا احنا اول كوهورت يبدا البي اتش دي في الاي يو سي. وبالنسبه لمشروع البي اتش دي والماسترز هو مشروع واحد، مثلا تفتكروا ممكن يبقى ايه؟ حاجه من الحاجتين اللي انا كان نفسي فيهم، وهو ان انا اعمل دواء ضد فيروس سي، سبحان الله يعني. فالمشروع ده تحت اشراف دكتور حسن عزازي ودكتور راد بالهورن، ولي قصص كتير هحكيها. والمشروع ده بالتعاون مع ستانفورد يونيفرسيتي وسكريبس ريسيرش انستيتيوت، يونيفرسيتي اوف كاليفورنيا سان دييغو، لورنس ليفرمور ناشونال لابوراتوري، وكالتك. المهم ما انكرش ان المشروع ده قابلتني فيه تحديات كتير جدا لغايه النهارده بتقابلني بما اني لسه طالبه في الدكتوراه يعني. من ضمنها مثلا انه في الاول مثلا كان المفروض اسافر جهه بحثيه في الماجستير في امريكا، وفي اخر لحظه بعتوا لي قالوا لي معلش احنا اسفين مش هنقدر ناخدك عشان انت عندك جنسيه سوريه مع المصريه. فيعني خافوا غالبا مني، فخلاص هعمل ايه؟ وللاسف ده كان معناه ان انا مش هعرف اتمرن على البرنامج اللي انا كان هيساعدني اعمل دواء لفعاليه اكتر من الادويه اللي موجوده دلوقتي. سبحان الله ربنا رزقني بالجهة البحثية اللي عملت البرنامج نفسه، فسافرت لهم وتعلمت عندهم هم نفسهم البرنامج اللي أنا اشتغلت عليه. حاجة تانية مثلا هي أن أنا سافرت وقت الماجستير مع جوزي وبنتي في أمريكا لمدة 3 شهور، فحسيت أنها مسؤولية كبيرة قوي، لأن هو ضحى ب3 شهور من شغله عشان حسسني قد إيه هو مؤمن بالقضية بتاعت فيروس سي، ومؤمن أن أنا إن شاء الله هقدر أعمل حاجة. فحسيت بمسؤوليه انه انا مش عايزه يعني مش عايزه احطم له الحاجه اللي هو حاسس ان انا ممكن اعملها، ومش عايزه احسسه ان هو ضيع 3 شهور على الفاضي.
فالحمد لله ربنا قدرني وعرفت أطلع بالرسالة في 3 شهور الحمد لله. من الحاجات برضو التانية هي إنه مثلاً كان مفروض أشتغل على جهاز تاني يعني كان مفروض أشتغل على جهاز معين عشان خاطر أطلع الدواء، بس ما كانش في جهة ممكن أتعاون معاها عندها الجهاز ده، لأنه جهاز غالي جداً وتأجيره غالي قوي. فسبحان الله ربنا برضو رزقني بدكتور اسمه دكتور ديفيد تيريل، هو واحد من الـ AUC Board of Trustees هنا، هو دكتور ليه لاب كبير في كالتك. قال لي طب ايه رايك تيجي تدينا محاضره في كالتك عن البحث بتاعك؟ وسبحان الله لما رحت اتفتحت لي مجالات تانية، وهي ان هو عرفني على دكتور تاني، والدكتور ده كان عنده الانسترومنت اللي انا عايزاها، واشتغلنا مع بعض وطلعت نتائج حلوه قوي الحمد لله. انا كنت حاسه بالذات لما رحت كالتك ان انا في حلم، لان هي واحده من اقوى الجامعات في العالم وفيها نوبل لورياتس كتير قوي. فعرفت انه لا ده واقع مش خيال. لما لقيت الاستاذ الفاضل ده، لما نزلت على اراضي باسادينا ولقيت الاستاذ الفاضل ده ماسك اليافطه دي ومكتوب عليها كالتك واللي انتوا شايفينه، قلت له استنى بقى عشان انا عايزه اصورك لان دي حاجه ممكن تحصل مره واحده. اولا انا مش دكتوره، تاني حاجه انا مش عارفه ممكن اجي كالتك امتى، فتسمح لي اصورك عشان احتفظ بيها للذكرى. عارفين لما زي طفل صغير بالظبط بيلاقي لعبة هي أكبر منه كتير، بس هو خلاص متشوق قوي بيها وحاسس إنها حاجة حلوة قوي ومش مصدق نفسه. هو أنا بالظبط كنت كده يعني. النهاردة الثيم هو Redefining Education. Redefining Education بالنسبة لي يعني إزاي نحسن التعليم في مصر. فأنا ممكن أعلق على الموضوع ده من خلال المراحل اللي أنا عديت بيها بآرائي المتواضعة يعني. فاسمحوا لي أبدأ مثلاً إن أنا عرفت من المرحلة المدرسية إنه المدارس مش مباني خارجية وشكليات، بس طبعاً برضو مش تبقى بالمنظر ده أكيد، لازم تبقى حاجة برضو تشجع الطالب أن يروح. عرفت أن المدرسة عبارة عن منهج تعليمي مفروض يبقى متطور، مفروض يبقى يشجع الإبداع. المدرسة مدرس، مدرس مش بيكره الطالب في التعليم، مدرس بيحبب الطالب في كل كلمة بيقراها. مدرس ماسك مسؤولية كبيرة قوي، وهي إنه يعرف الطالب قيمة التعليم بجد، يعرفه يعني إيه تعليم، يقول له إن التعليم ده مش إنك أنت بس تحفظ، حافظ مش فاهم، تحفظ وتحط في الامتحان وتمشي. التعليم ده إنه أنت تبني شخصيتك، إن أنت تبني حياتك. لما تعرف إن هو ده الهدف من التعليم أكيد هتحبه، وهتحس إن الامتحانات دي أصلاً كلام فاضي، هتحس إن المذاكرة دي حاجة أنا بعملها بس عشان أثقف نفسي. لا، أنا بتعلم عشان حاجة أسمى من كده بكتير. طيب، في المرحلة وتعلمت برضه حاجة مهمة جداً في المرحلة المدرسية، وهي إنه الدروس الخصوصية مش هي المفتاح النجاح. مش شرط إنه يعني كل يعني بقى زي في ضغط على كل الطلاب إن كل طالب لازم ياخد درس خصوصي في أي مرحلة دلوقتي، كان في الأول في الثانوية العامة، دلوقتي بقت في أي مرحلة لازم ياخد درس خصوصي عشان ينجح. عن تجربة الحمد لله، وده أنا لا ما انكرش إن أنا ضعفت كتير أوي، أنا في الثانوية العامة ما خدتش الحمد لله دروس خالص، بس ضعفت كتير لأن كنت شايفة اللي حواليا بياخدوا دروس، وكنت حاسة أنا واخدة قرار غلط. إيه ده، أنا فعلا ممكن ما انجحش، ممكن أسقط، ممكن ما أجيبش مجموع. لولا ماما وبابا فعلا ومؤازرتهم ليا، وان هما دايما كانوا بيقولوا لي انت واخده قرار صح، انت بتعملي اللي عليكي، انت بتذاكري الكتب، بتسالي المدرسين، ما تقلقيش وهتجيبي المجموع. وفعلا الحمد لله جبت المجموع ودخلت الكليه اللي انا عايزاها الحمد لله. بس حضرت اللي هي اسمها ايه، مراجعات نهائيه. اوكي. بالنسبه بقى للمرحله الجامعيه، اتعلمت انه الكليه مش بس معامل، مش بس محاضرات، الكليه أنشطة، الكلية إنك توسع دائرة معارفك، إنك تبني نفسك، إنك تعرف إيه الصورة اللي عايز ترسمها بعد ما تتخرج. اتعلمت برضو من حياة ما بعد الجامعية إن الواحد مش شرط أول ما يتخرج يلاقي الحاجة على طول اللي هو بيحبها، ممكن يدي نفسه فرصة يجرب حاجات تانية كتير لغاية ما الحاجة اللي بيحبها تجيله. وتعلمت حاجة تانية كمان بما إني في البحث العلمي، إن البحث العلمي في مصر ليه مكانة عالية جدا الحقيقة، والناس بتهتم بيه قوي. وانه فلوس كتير قوي بتتصرف عليه، عشان كده احنا الحمد لله من اعلى الدول اللي بتطلع بيبرز بتتنشر في اقوى الجورنالز العالميه. ده حلم ممكن يتحقق. ممكن يتحقق ليه؟ لان احنا اصلا لو فكرنا هنلاقي انه احسن الدكاتره في العالم واحسن الباحثين في العالم مين او من فين. لسه قريب دكتور مجدي يعقوب واخد ايه، دكتور احمد زويل واخد
يعني مرتبينه من احسن العلماء في العالم، دكتور مجدي يعقوب من احسن الدكاتره في العالم، فده شيء مش مستحيل. كل الحكايه بس ان شاء الله الحكومه اللي هتيجي جديد تعيد ترتيب حساباتها وتحط البحث العلمي في الاساسيات، لانه هو اصلا من 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 ركائز تقدم اي دوله. طيب تعلمت ايه تاني؟ تعلمت الانسان لما يواجه ظروف في حياته، بالذات لو ظروف سيئه، ولما يواجهها بايجابيه هتقويه مش هتضعفه، زي ما احنا شايفين الفار الجميل بتاعنا ده. المصياد اهو قاعد بيتمرن عليها وهيبقى عنده عضلات بعد كده يعني. اتعلمت كمان انه مدرسه الحياه كل انسان بيجتهد فيها في الوقت المناسب ليه، بيبدا يجتهد في المدرسه دي. بالنسبه لي كانت سنه 94 هي السنه اللي انا ابتديت اجتهد فيها، السنه اللي انا عرفت فيها معاني كتير قوي، عرفت فيها معنى يعني ايه الحياه قصيره جدا، معنى يعني ايه موت، يعني ايه انه الانسان يفقد حد بيحبه جدا، يعني بيعتبره من مصل العليا. هي دي السنه اللي انا فقدت فيها اخويا، كان في اولى هندسه كهرباء في جامعه دمشق. حسيت وقتها بمسؤوليه كبيره قوي ان انا لازم اعوض بابايا ومامتي واختي، خاصه ان هو كان انسان ما شاء الله، مش عشان اخويا بس هو كان انسان ناجح يعني في من شتى المجالات، بذات شخصيته اكتر من التعليم كمان، وخاصه انه بعد ما توفى زمايله كلمونا ما كانوش يعرفوا ان هو توفى، عشان يقولوا لنا ان هو نجح في اول سنه. فلو حسيت معروف ان اول سنه هندسه كهرباء دي من اصعب السنين بالذات في جامعه دمشق، فسبحان الله ان هو عداها فما شاء الله يعني، فحسيت بمسؤوليه اكبر. بس يعني فربنا ان شاء الله يقدرني واعرف فعلا اعوضهم، انا متاكده ان هو اكيد في مكان احلى كتير. ايه تاني؟ كل اللي فات ده خلاني احس يعني ايه حياه، خلاني اغير طريقه نظريتي لحاجات كتير قوي في الحياه، واغير طريقه تعاملي مع حاجات كتير قوي وظروف كتير قوي بواجهها في الحياه. وبرده خلاني احس انه التعليم مش مفروض بس يهتم بالمواد الدراسيه زي تاريخ وجغرافيا الى اخره، مفروض يهتم بالمواد الحياتيه، مفروض يبني الطالب على اسس وسلوكيات واخلاقيات نتعامل بيها مع بعض، لان هو ده اللي هيبني مجتمع صح، الاخلاقيات قبل التعليم. اتعلمت برضو انه مفروض التعليم يغير نظرتنا لحاجات كتير قوي، ابسطها نظرتنا للمهن الحرفيه، نجار، سباك، كهربائي، عمال نظافه، كتير قوي ممكن نلاقي ناس بتعملهم بتعالي جدا وبتبص لهم بنظره دونيه، رغم ان دي مهن شريفه زيها زي الدكتور والمهندس، فمفروض احنا نحترمهم لانه من غيرهم مش هنعرف نعيش. سيمبلي الكرسي اللي انتوا قاعدين عليه ده مين اللي عامله؟ نجار الكهرباء، فمش هنقدر نعيش من غيرهم، فمفروض نحترمهم زي ما بره على فكره بيحترموهم جدا، يعني تلاقوهم ما شاء الله يعني بيبقوا سعيدين قوي بمهنتهم عشان في تقدير ليهم. حاجه ثانيه برضو مفروض تتغير هي نظره المجتمع لتعليم المراه. كتير قوي مثلا بلاقي انه بنت مش مشكله ممكن تدخل اي حاجه عادي، يعني اصلها في الاخر هتقعد في بيتها، حتى لو قعدت في بيتها احنا ناسين تماما انه هي اللي هتبني جيل، ده بالعكس ده المفروض هي تتعلم احسن واحسن واحسن عشان هي اللي هتبني جيل، فهي اللي هتاثر، هي اللي هتطلع لنا جيل يقدر يسيب بصمه كويسه في المجتمع. وناسين كمان ان بيت الشعر اللي بيقول الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق، تمام. فيعني دي حاجه مهمه جدا. وبرده عرفت يعني ايه ام، عرفت يعني ايه قد ايه الواحد التعب فيه عشان يتربى بالشكل ده، بالذات لما بقى عندي اولاد بيطلعوا علينا على فكره. يعني مسؤوليه كبيره قوي ان الواحد يربي ويكبر، مسؤوليه كبيره جدا الواحد ما كانش عارف قد ايه التعب فيه لغايه ما هو بقى عنده. وتعلمت برضو ان مش مفروض المجتمع يحكم احكام مطلقه على الامهات، سواء ام عامله او غير عامله. انت عامله يبقى انت انانيه، مش بتفكري لا في نفسك وفي الكارير بتاعك، فيعني انت ام غير عامله يبقى انت ما فيش حاجه اصلا، انت فاضيه ما وراكيش حاجه الا غسيل وطبيخ وتربيه. اصلا الام لوحدها لو هي تشتغل كأم دي دوام كامل، بتشتغل كل حاجه. فمن هنا حسيت انه الامهات، مش عشان انا ام، الامهات حتى اللي ربونا، امهاتنا اللي ربونا بيستاهلوا تحيه كبيره جدا عشان هم فعلا تعبوا فينا جدا. حاجه تانية كمان هي ان انا مش حابه اطول عليكم،
فأحب أقول إن كل الحاجات اللي فاتت دي ساعدتني إن أنا أحاول أجاوب السؤالين، وهو إنه ربنا خلقني في الحياة عشان إن شاء الله أحاول أسيب بصمة إيجابية في المجتمع، سواء كأم، كزوجة، كأخت، كابنة أو كباحثة. تاني حاجة، مؤمنة بحاجتين. مؤمنة إنه إن شاء الله أقدر أعمل ده، وعندي يقين كبير قوي في ربنا إنه عمره ما بيضيع أجر من أحسن عمله، وأنا عند حسن ظن عبدي بيه فليظن بيه ما يشاء. فطالما أنت عملت اللي عليك إن شاء الله ربنا معاك أكيد. ومؤمنة بحاجة تانية، وهي إنه الإنسان عشان يعيش سعيد في حياته لازم يحب اللي بيعمله، وبالتالي هيقدر يلهم ناس كتير قوي إنها تسيب بصمة إيجابية في المجتمع، وفي نفس الوقت لازم ما يتخلاش عن أحلامه ويحس إنها إن شاء الله سهلة قوي إنه يحققها، ولازم يستمتع بالعطاء، لأنه الحياة من غير عطاء ما بين الناس هتبقى حياة جافة جداً. كل واحد لما بيدي في المقابل بياخد، بس هو مش مفروض يستنى إنه ياخد. لما بيدي فعلاً بيحس إن الحياة ليها طعم تاني خالص. وبرضو لازم يعرف الحياة على حقيقتها، وهي إنه الحياة لحظة، الحياة بتعدي بسرعة. فبدل ما ان احنا نقضيها في ان احنا نكتئب او نحس ان احنا مش حاسين ما لهاش طعم يعني وكده، لا، اكيد كل واحد فينا بيجيله على فكره لحظات ضعف ولحظات يأس واكتئاب وكده، على طول نفتكر ان احنا مش عارفين احنا عايشين لامتى. فلازم نحاول نسيب بصمه ايا كانت في اي مجال إن كان. احب اختم بمقوله لجون ديوي المفكر الامريكي، بيقول ان التعليم ليس استعدادا للحياه، انه الحياه نفسها. تمام؟ فببساطة redefining education يعني إنه الطالب يتهيأ إزاي ينجح في الحياة مش ينجح في الدراسة العادية، وإزاي يحل السؤالين دول بصورة تخليه يعرف هدفه في الحياة. قبل ما أشكركم أحب أقول إنه يعني عشان أبدأ معاكم، وزعنا صفحة عليكم بحيث إنه أنتوا تجاوبوا السؤالين دول، جزء هتخلوه معاكم، جزء التادكس أي سي تيم هياخده، بحيث إن إحنا هنجمع الإجابات كلها، وبعد كده هتبقى موجودة على الويب سايت بتاع تادكس أي سي، عشان ما تعرفوش ممكن جملة من الجمل اللي أنتوا كاتبينها تلهم ناس تانية كتير، وتخليهم هما كمان يفكروا هما نفسهم يعملوا إيه في حياتهم. النهاردة أحب أقول إنه بابا وماما منوريني كالعادة، زي ما هما دايماً بنوروني في كل إيفنت بيحضروه، فأنتهز فرصة وأشكرهم على كل حاجة عملوها. للأسف زوجي ما قدرش يجي يعني، وأحب أقول لهم إن هما مدرستي. شكراً أوي.